السلام عليكم معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة لعبة stranded alien dawn فكرة اللعبة سرفايفل عن ثلاثة أشخاص او اربعة سقطت طائرتهم في عالم غريب نحاول نحميهم من الأيلينز وخلقات الفضائية ان شاء الله تعجبكم في <applause> النهايه اللعبه مو بس ايلينز وخلطات فضائيه لا حتى يعني في اشياء ثانيه ممكن تاثر عوامل مناخيه حيوانات اشياء زي كذا يعني اوكي هلا والله هذا الطاقم حقنا للاسف خرب المحرك اللي عندهم الايسر زي ما انتم شايفين واضح انهم بيودعون يا سلام عليك الحمد لله على السلامه عدت سليمه اربعه سرفايفرز هذا عنده ايش <applause> هذا كراين قاعد يصيح. اصبر 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 اصبر, أصبر, أصبر. هذا قاعد يصيح <applause> يا رجال عدت سليم الحمد لله على السلامة وسع صدرك بس قم يا رجال. طيب أنا غيرت واحدة من الشخصيات اخترت شخصية هذه كان مكانها واحد شلته واخترت هذه لأن هذه كويسة في الفار مش ما عنده خمسة فاخترتها هذه بس معلومة بغي اعطيكم إياها إني غيرت أقدر أغير في الشخصيات واخترت لارا بدل واحد كان موجود طردت هذاك وجبت هذه صاروا هذه الحين شخصياتنا الأربعة. بس الوحيد الوحيدة اللي عنده فارونج عشان كذا اخترتها، الباقيين ما عندهم ولا شيء بالزراعة، وحسب من الأساسيات في السرفايفرز إنه يكون عندنا واحد يعرف بالزراعة. طيب، الحمد لله على السلامة، يكفي صياح يا قلبي أنت، عمير، عمير اسمه. أمير، خلاص يكفي، كونر، يا شباب عندكم هنا ميدكت هذا وش فيه؟ هذا بس عنده بس قاعد يصيح. ولا دمه كويس وكل شيء كويس، وحزين مرة بعد. أوكي، طيب مو مشكلة يدبر عمره. عندنا هذا حطام الطائرة، أقدر أسوي له سكافنج. يروحون يكسرون عشان ياخذون ايوه 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 ايش أيوة، قاعد يصير يا شباب؟ في قصف قاعد يصير. اوبا وش هذه المخلوقات؟ اوبا هذه هذه هذول مخلوقات شريره الحين ولا ايش؟ اوه اوكي في مخلوقات هنا حيوانات وش ددودة والله هذا عالم غريب يا رجل وهنا في طير ما شاء الله كلهم مسالمين مع بعض. خلنا يقرب واحد من البشر بس شو يسوون فيه طيب الحمد لله على السلامه عدت سليمه يا شباب اموركم زينه يكفي صياح انت الحين قاعد يصيح حبيبنا هناك تعال هو سكافنجر هذه بعد آه. كلكم كلكم يا حلوين وفي طبعا لازم نبدا الحين نجمع ريسورس لان الحمد لله عدت سليمه وصلنا اوكي بس لازم نلم شتات نفسنا اول شيء احس لازم يا السلامه آه. انت لازم توقف صياح حرفيا يعني صدق لازم توقف صياح تعال كت هذي اقدر اختار احد يروح يقصها انت يا دلوع شلون شيله يا الله هذا مره مره قاعد يصيح بزياده يا عيال ايه يا عمير اخيرا اخيرا تمالكت اعصابك والله ما بغيت فشلتنا يا رجل يلا يلا روح البوش هنا وكت وانتي روحي جمعي خشب كان يمديك حلو 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 بيجمعون خشب وهذول يسوون سكافنج يعني ناس يجمعون خشب وناس هذا رايح للاشجار هذه ما ادري ايش يعطيني فيها اقدر احدد حلو اقدر احدد الاشياء بيعطيني ظاهر خشب تشوفون شلف آه وش هذا ستكس وهذه وشو اها وانت ايش تعطيني تعطيني خشب لوجز ايوه عطتني وود اوكي واحد يعطينا ذا واتوقع صراحه البوش تعطينا فواكه بس لا اوكي هذا قاعد يعطينا بنزين اي والله ليكويد فيول بنزين وما ادري وشو اوكي 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 ما في احد قاعد يجمع لنا اكل الى إيه الان في حطام كثير في هذا المخلوق ايش هذا هذا شكله والله شكله شكله شرير هذا قسم بالله في, في جروب هنا هذول شكلهم والله يسر انهم غير مسالمين اه يقول بيسفول والله اوكي كويس مسالمين يعني طب هذا وش هو؟ بليد جراس يعطينا هي هي اللي هو التبن يعني الله يعزكم تبن بس أنا اتوقع نحتاجه تعال يا حلو انت جيب لنا كت ايوه طيب بسم الله لارا كيف وضعك مع التجميع؟ اوه ليزر بيستل في مسدس هو ديسمانتد يوز طب مين عندنا مقاتل كويس خلينا نجرب الصيد ابغى اجرب ما احس انه مره بدري هذا عنده كومبات 6 كونر يا بطل تعال نو افيلبل اكويب تعال اكويب خذه ايوه هذا هو جاء جاء كونر يا بطل والله جاء الوحش تعال يا كونر بالله يشلها هذا يرحم لوالديك ابغى نجربه على واحد من المخلوقات ايوه خذه ولا والله في رصاص خذه طب تعال 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 خلينا نجرب شوف تصيد ولا لا تكفى قلي انك تقدر تصيد يرحم لي والديك ايوه والله راح يصيد <applause> اوكي ما ما توقعت ابدا في البدايه كذا راح يصيدون الله يستر كونر لن ودعك تكفى الله يستر عليك يا كونر الله يستر عليك يوه ودمة دمه مره عالي دمه مره عالي اعطاه هيك شوت تكفى والله جلدنا اوكي ما قاعد نحاش. ابوي لا وش اللي مس؟ هلا واحده واحده بس باقي واحده يا عيني عليك بوتشر بوتشر تعال كونر وين رايح تعال هنا كونر خذ خذ اللحم حقه والله ما قصرت والله انك ذيبان اوكي اتوقع نقدر ناكل اللحم حقه اوه وقف الوقت وقف الوقت وقف الوقت دام الحين لقينا الصيد حقتنا اجل الحين لازم نسوي لنا الكامب حقنا اول شيء الموارد حقتنا كلها بعيده هناك متفرقه ما ادري في هناك اغراض خشب تشوفونها هنا رمينها ما جمعوها لي تعالي سمع انت تعالي كيف البيلدينج معك كومبات فارمينج انتلكت اوكي خلينا نجرب آه نبني فيها هي خلينا نقول عطنا كامب شلتر عطنا شلتر حديد وال... خلينا نحط حديد واحد حديد وواحد خشب اللي بينمون فين نخليه حديد عشان يعيش يصمد بس مشكله وين ما ادري نحط مكان هنا حلو في بحيره ممكن ياخذون مويه منها لو بغوا او انهم ما يحتاجون مويه والله ما ادري شوف نقدر نمشي لها بعدين لو بغينا الحين خلينا نحط الكامب هنا جنب الحطام تعالي اسمع انت يلا اشتغلي اشتغلي اوكي اوكي بتروح تجيب الاغراض من هنا من الحطام بعدين تبني اوكي حلو اعطني كامب ثاني نخليه بالخشب بس بس كنسل كنسل سكافنج تعال ابن هنا اوكي نبي الحين نسوي لهم اسره ما اقدر اسوي سره ليه؟ فا ايوه في <applause> في <applause> سليبنج هذه اوكي اوكي تعال عندنا كم اربعه والله كثيرين واحد اثنين ثلاثه أربعة والله انكم كثيرين بعد انتم سوي لي سوي لي اسره هذه نبغى نظبط طبعا هذا له سقف يا شباب اوكي بس انا شايله خليه خلينا نخليه والله يدني تخوف شوف 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 الكمر اللي هنا حبيبي نبغى كام فاير اوكي حطها هنا يدفي البيوت هذه شوفوا لازم نقربه من الاسره عشان تدفيها تشوفون يعني ال... النقاط الزرقاء اللي تجي لما اقربه معناته انه يعطيهم دفع فنحطه قريب من الاسره هنا بحيث انه يدفيهم ونفس الوقت بعيد ما ادري خاف يحرقهم والله ما ادري فاحد يبني لو سمحتوا عشان ايش نجهز الاكل بخصوص اللحم اللي هنا احد جابه ولا جو في المخلوقات هذه هذا اللحم حقنا ايوه هذا هو تعال بعيد مره يا رجل شلف لايف 93% <applause> والله احتمال خرب طيب اسمع اسمع نبغى ستورج في عندنا ستورج هذا يجيك خشبي دورين خلينا نحطه او ادوار بعد نايس اوكي حطيت هنا اوكي بيكون دورين بس حاليا بعدين ان شاء الله نوسع لو بغينا يصير عندنا مثلا شلتر كامل خاص بالمخزن مخزن حقنا نحطه وراه هنا مثلا ايش رايكم؟ تعال شيلتر اعطني بالستكس كذا يكون ورا البيت نايس خلاص يا لارا انت حللتي ابو الطياره دي اوكي والله ما قصرت صراحه ما اقدر اقول لها شيء لا الكلب شو الطير جاي ياكله شوف الوسخ اسمعوا اسمعوا ما في اسلحه ثانيه <applause> ما في اسلحه ثانيه اوكي okay, كونر مرة عاجب موضوع سكافنج هنا، هذا أصلاً أحد المهام اللي أنا مسويه لا أقدر أقول له مثلاً كانسل ويكنسل، لكن خله خله يجمع دامه مبسوط خله، أهم شيء اللي هنا قاعد يسوون لي أول سووا لي ستوريج حلو حلو، كيف أقول لهم يجيبون لي آه, اللحم اللي هنا، تعالي، لارا أنت طبختنا، أيوه يقول هول رو ريد ميت نو افيلبل ستورج، آه ستورج خلص؟ امتلأ؟ اصبر اصبر. لا ما امتلى الاستورج هذا هو يقول لك لسه في ثلاثة مسافات فاضية أو ثلاثة أماكن فاضية. شوف الناس ناموا باقي كونر. أوكي تصبحون على خير. والله سحبوا علي. طيب نبي أجل شيء خاص بالأكل. تعال نحتاج الريسيرش ديسك هذا عشان لو بغينا بعدين نسوي ريسيرش ولا شيء يكون موجود عندنا. طبعاً أهم شيء عندنا في اللعبة هنا الريسيرش مرة مهم. فخلنا نحطه هنا وإن شاء الله إنه آه... يا أنتِ حبيبتي تعال ابني هذا شو عندها هذه هذه لارا صح اوكي تقول خلينا نجتمع الساعه ثمان الليل او سبع الليل حول المخيم حقنا ونحتفل اننا عشنا اوكي ابشري اوكي ابشري هذا يقول في عندنا ابره اسمها نانو بوت بوستر هذه ابره انجكشن يعني يقول استخدمتها راح يكون عندي سرعه يعني خارقه وزي كذا بس فتره مؤقته لكن راح تسبب لي الم شوف قال يا اني أستخدم الحالة يا اني ما حد يستخدمها او ان نسوي شير مع الناس فبقول استخدمها انت لحالك لانك انت جبت طاريها تالم لحالك هو ضار راح ينقص دمه فتالم لحالك حبيبي المهم قطعوا لي هذا الشل كله متى ما فضيته وهذا كله برضه متى ما فضيته نحتاج لان جيت اسوي هذا الشلتر يقول لك ما في ستكس كافيه، بس انا قاهرني موضوع اللحم اللي ما كيف اخذه، كل كل اللي يجي ياكل منه، خلوه وجع نايس والله سوّاه لي والله سوّاه لي حلو حلو اقدر الحين اسوي ستورج بس شوفوا كيف هو, هو فاتحين على بعض لو داري كان سويتها هنا ومد والله تدري عطني واحد ثاني عطني واحد ثاني خليه مع هذا يفتحون على بعض بعدين نكمل الستورج هنا نقول عطني ستورج كذا يب قاعدين يحتفلون تعال تعال وقف وقف احتفال وقف انت شغل وتعال احتفل وانت وانت ما وقفي وقفي روحي احتفلي يلا يلا يا عمري يا عمري قاعدين يحتفلون يا يا حليلكم يا كونر والله ثقيل قالوا اقول فاضيكم انا احتفل معكم طيب يلا تعال يا جماعه تبي تحتفل تعال سووا هذه انا سري هذا مو عاجبني المكان ودي اغيره ايوه اقدر ودي احطه هنا ورا ذا حبيبي نكدت عليك والله اني اسف يا لارا والله نكدت عليها قامت تاكل ايوه <سؤال> <سؤال> حلو انقلت نايس نوم العوافي نوم العوافي احلام سعيده احلام سعيده وش الليله الحلوه ذي سوينا شلتر امور زين اي صح عندي الريسيرش وش نسوي ريسيرش تعال عطنا لايتنج رودز لا مثل لا اقدر اسوي اسلحه احس اسلحه اهم شيء حاليا يو والله نقدر نصنع اسلحه فيها تعال تعال سوي لي الريسيرش هذا لو سمحتوا احد يسوي لي الريسيرش هذا متى ما فضيته طبعا ريسيرش يلا قومي نمتي كافي انت نمتي نمتي ريست 60% كويس اي والله اي والله شو بدها بدها تسوي ريسيرش الباقيين نايمين يا عيني عليها والله تشتغل بخصوص اللحم اللي هناك والله قاهرني وات از ذس هذا بترادون يا عيال ترينادون هذا فلاينج ريبتايل وات تريندون ذا يا عيال اخر بس يلا ايش هذا؟ مين اللي قاتلهم؟ لا يكون لا يكون في احد شرير هنا كونر تعال اذا خلصت نوم ابيك تجي هنا وتقطع ذول والله جاء جاء الذيبان جاء 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 شوف جاء. جاء. شوف بتقابلون ايوه انحاش اشواء اقول اللحم حقنا ذا يا ورق اوكي صار عندنا الحين شلف هنا ستورج يعني خلصي واحد ثاني درون؟ دام عندي خشب وعندي ايدي عامله فاضيه الحين سوي كذا ستورج طويل يا عيني جوا الشلتر هذا طيب الحين اللحم مين يجيبه؟ شاله شاله والله شاله يا عيني عليك عمير 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 تعال جيب لي اللحم ذا امديك هول اي والله وش يعني هول؟ يعني ظهري هذا يحط... يحتفظ فيه سمانثا لا مو سمانثا لا، لارا لا، لارا هي الطباخه حقتنا لا هي فارمينج مو كوكينج مين عندنا كوكينج؟ <applause> عندنا حد... هذه كوكينج عمير يا طباخ تعال اطبخ يا حلو. ما في كوك؟ شلون ما في كوك؟ في ايت بس. رين جروث افكت اوكي يقول لك سو اوبزرفيشن للأشياء هذه الغريبة اللي تطلع. خلينا نقول تول جراس، اوبزرف تول جراس. أو سو اوبزرف مثلا هذه أشياء نتعلمها الظاهر. هذه الحشرة هنا. هذه الدودة ذي. في هذه المشروم، هذه بيس فول أهم شيء. اوكي بيسفول تعال اجي راح يسوي لي اوبزيرف ما ادري ايش الفكره من اوبزيرف بس خلهم يتفرجون على الاشياء هذه يتعلمون نو كيود ريسيرش خلصنا حق المسدسات حلو ايوه الله يستر لا يهجمون عليك هذا مي ميت اصلا ميتين يا يعالوا وش اللي قتلهم؟ تعال تعال كونر كونر انت والله كونر مسيكين كل ما مات احد خليه يصلخ ويقطع بتجي والله بتجي مشاكل نفسيه الرجال فرنتشر <applause> لا ديفنس <applause> ميت لور هذا نحطه عشان نجذب المخلوقات اكلة اللحم لا أنا ما ابغى اجذبهم <applause> لا لا شكرا ممكن نحطهم جوا منطقه ونحط فيها تراب ونقفل عليهم صدقونا فكره عندي فكرة والله حلوة مرة جهزنا فخنا لسه ما بنوها طبعا سوينا حاجز جداري خشبي حطيت بوابة خشبية وهذا حق الاكل اللي نحط فيه لحم وهنا المصيده لا جانا واحد متوحش على الاقل ياكل اللحم اللي هنا ونقفل عليه البيبان ولا يروح ياكلنا احنا هذا وشو وش النبات ذا خلينا نسوي ابزيرف ابزيرف تيوب بلانتس اوكي هذا متوحش بيسفول اوكي وش هذا بعد في هذا نبات ها خلينا نسوي بعد هو. اوه حلو عندنا هنا كولكت اول واسوي كذا تحديد نايس والله نايس بخصوص الريسيرش طيب سحبتوا عليه طيب سووا لي هذه سووا لي شوف حطينا لحم هنا حطينا النص يده بهذه البوابه ذي كونستراكت بسرعه بسرعه احد يسويها تكفون وانت حلو سووا لي الشلف هذا الحين ما خلاص ايش دعوه عاد في واحد تو راح بس انت وين راح ايوه راح يسوي اوبزيرف اصبر صبر هذا سوى لي ريسيرش حلو هذا الاعشاب اللي سوينا لها اول واحده سوينا لها ريسيرش او اوبزيرف اوبزيرف معناتها مراقبه يراقبون الشيء يتعلمون كذا. طيب هذا لو سوينا هارفست راح ياخذون منه جرين. جرين الظاهر يسوون فيه خبز او شيء ممكن؟ ممكن نزرعها برضه. كوكينج يوسفل كوكينج برودكشن اوف اويل ممكن ناخذ منه زيت ومضادات حيويه ونطبخ فيه. اوكي؟ اوكي حلوه اقدر استفيد منها، مو هذه طبعا لا الاعشاب هذه. هذه تشوفونها الزهريه؟ اوكي؟ خلصنا البوابه ذي. اذا جاء احد على يقول كلوز اي وحش يدخل هنا بياكل قفل عليه على طول ان شاء الله ما يجي احد انا حطيت كدفاع يعني والله ما ناقص طيب ورك بنش اتوقع بحتاج كوك هذه هي اللي عليها الكلام اوكي نحطها هنا متى ما فضيتوا سووها انتم الحين ارقدوا نوم العوافي والله يبي لكم انتم حمايه يا رجل لا لا الامور امور ان شاء الله انها زينه هذا لحم وشو؟ هذا معفن اوه وش ذا؟ رو انسكت ميل. لحم لحم حشرات لا يكون هذه الدوده اللي هناك تبون اللون اخضر اوكي هذه قلت تسوي اوبزيرف للعشاب هذه طبعا غير الاعشاب اللي تو قلت ممكن نستفيد منها شيء ولا شيء اوكي بحط هذا الصندوق الخشبي لا تدرون من بحاطه بحط الكبير بحطه هنا في غرفه النوم حقهم بشوف اذا سمعت وينك أنت قاعد تسوي ريسيرش وهذا قاعد يسوي ريسيرش عند المشروم كويس لا سوي ريسيرش هذا وكونر قاعد يشتغل جمع الخشب كونر كنسل الخشب وتعال سوي لي كونستراكشن ايوه تعجبني هذا الدولاب ما ادري صراحه اذا بيفيدني في الستورج ولا لا بس انا عندي لاحظت إن في بعض الاشياء مثلا زي هذه اجي اقول لها مثلا تعالي كونر سوي لها حطها يعني في المخزن يقول له افيلبل ستورج مع انه عندنا هنا مساحه شوفون فهل في نوع ستورج معين مختلف فقلت خلينا نجرب هذه جرب اه هذه clothing ايتمز اند weapons، وهذه weapons، وهذه الريسورس عادي <applause> كانت fit لارج كونستراكشن ريسورس اه يعني عشان كذا ما نقدر نحط هذيك الصناديق اللي برا لانها تعتبر لارج طب اوكي هذه مفروض انها تكون مثلا نحطها هنا يروحون يخزنون فيها الاشياء اوكي سوينا المربعات هذه للستوك بايل آه شوفوا بس يصير يحط لنا الاغراض الظاهر يحطون الاغراض الثقيله هذه الحين بيجي مفروض هذا هول يو إيوه بيجي يشيلها تشوفون اصبر ايه ورا ورا ما راح تشيلها اصبر شيل هذه اول شوفوا جا شاله الحين بيحطها هنا اها آه منطقه تجميع اغراض حرفيا يعني اوكي ريسك اوف ميل مل... ليه ليه ممكن يعصب وذا كونر حبيبي خاص كفي شغل حبيبي وينك كونر كونر خلاص يكفي شغل هابينس صفر تعال ما ادري شو تسوي بس تعال طيب اصبر ما اقدر نطبخ أه لارا طباختنا لا مين الطباخ حقنا انت عمير اطبخ تكفى شلون تطبخ اكستنجوش عمير شلون تطبخون ايوه هنا ريسبي حلو ميت عطنا انت المدري وش هذه الاشياء ميك ميت سوب اربعه ميت سوب او فور تايمز هذه اربع مرات عندنا كل هذه الاشياء نستخدمها هل استخدم الحشرات ما ودي حسنا انها بتضيق صدورهم فبقول كذا بس يوكوك تعال تعال تعال, تعال،, تعال، والله بيطبخ لنا وجبه ان شاء الله انه تسعد كونر لان كونر زعلان كونر حبيبي خلاص يكفي شغل والله ما ادري شلون اقول له وقف شغل اوكي قلت له ممنوع ياكل اكل, أكل ال الني كلهم بقول لهم ممنوع تاكلون اكل ني معليش يعني بس انا مستغرب من اصلا موجوده لا حد ياكل الاكل اللي يتكفون يا الله ما ادري كيف اخليه ينبسط المشكله هل ودي يروح ينام يو عندي مزرعه نايس هذا الشيء اقدر ازرعها حلو 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 المهم علينا هذا جاي يطبخ هلا ابوي بيسوي لنا احلى حساء يا عمري عليك اسلم يديك يا شيخ بس وين بتحط الحساء؟ كونر تعال 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 هذا حساء تعال شو شي ماسك سلاحه كونر اذكر الله ايت كل 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 حساء صدقني راح يفرق مزاجك ايوه يا عمري بالعافيه عليك هذا ايش قاعد تاكل انت؟ ايش قاعد تاكل انت؟ اوكي يقول لك اسباب الزعل ان نوع الاكل مخ... ما هو ما هو منوع اشياء آه قليله ممتعه يسوونها آه مدري تعبان مودريت بين طب رست يا حبيبي تعال تعال ارقد 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 يا عمري ارقد تعبان ارقد طب اصبر اصبر عمير وش تقدر تطبخ لي هنا غير اللحم كوكت امرجنسي راشنز اوكي نقدر نطبخ الاكل حقنا راح يزيد الهابينس حقنا اطبخ كله اوكي متى ما فضيت أطبخه طال عمرك مو الحين يعني ايت اون فوت ان اكل على رجوله اوه ان اكل هو واقف من اه عشان كذا زعلانين ما عندكم طاوله اكل اسوي لكم طاوله اكل لا حد يزعل اثنين ثلاثه اربعه يلا احد يسويها لنا كونر الحين راقد انت والله اني ما ادري كيف فيجي السوب وش نحتاج؟ اوكي هذا حق الخضروات نحتاج بطماط أو نحتاج هذا المشروم شوفونا شوفونا اصفر علمين الظاهر هذا آه نقدر نطبخه هذا آه الظاهر نقدر نطبخه هل سووا له اه لسه ما سووا له اوكي خلينا نرسل عمير يكمل الاوبزرفيشن لان في احتمال كبير نقدر نطبخها كحساء خضار او شيء زي كذا واذا طبخناه يكون تنويع في الاكل يفيدنا مره، ها آه عمير وبدا يزعل بدا يزعل من الشغل يب بدا يزعل، كونر شو وضعك؟ 27% الهابنس، اوكي النوم فرق هذا اهم شيء بشر 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 اوكي جلتر كاب ما مو طالع لي اي شيء عن الاكل ايوه جلتر كاب بلانتنج هارفستنج نقدر نسوي فيه علاج هيلينج بالم او بالم اللي طيب واكل أكل ممكن نسوي فيه مش أه... تورش بعد حلو 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 اوكي يقول ممكن نطبخها او ناكلها وهي مطبوخه ما راح تضرنا ف بيكون بديل جيد لل للخضروات فأنا أقول جمع لي إياها الله يهينك حبيبي أه... كيف أقول أجمعها؟ كولكت أول كات أول هذول كات أو هارفست هارفست ولا كات؟ هارفست ورع ورع من اللي مو انت اللي بتسويها هارفست اوكي ايوه هارفست تعال بعدين راح كل شوف شوف ماسك راسه يا عيال منفس قسم بالله خل خل خليه ينهبل نشوف شو بصير له عمير والله اني اثق فيك لو سمحت انت في البدايه اوه فيل لا 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 كنسل 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 هذا سيء سيء في الهارفست فتعالي او في الفارمنج عفوا فتعالي انت يا لارا سوي لها هارفست هذا كل شوي يطلع لي فيل هو قاعد دا. بس يا لارا ايش قاعد تسوين اوه لارا مره مبسوطه كم الهابينس شكلها هي الوحيده اللي قدرت تنام نايس ايوه ما مو زي اللي تو الدلخ كله خربها اوكي آه. يلا مو كو. مو مشكله هذه بيطلع غيره وبنلقى غيره اصلا لو بغينا ايوه توني بسال عنه اللي الظاهر انهم سووه ممكن نستخدمه في الطبخ يقول حتى نقدر نشربه وهو ني بعد واو حلو سويت سيرب تعال يا حبيبي آه شو اسمك انت اذا خلصتي حطيتي الاغراض نبيك روح تجمعينها طيب يا يا والله انك بطله يا يا لارا انيمال اتاك 15 مين اوه <applause> هذول ممكن يهجمون علينا حشرات يا عيال ريتريت <applause> طبعا بعيدين حاليا بس لازم نجهز دفاعاتنا مين في هنا يشتغل؟ انت كيف حزين؟ اجي خلاص خليك كمل زعلك وانت حزين العيال كلهم حزينين ما في الا البنات مبسوطين ليه؟ انت قاعد تسوين ريسيرش هنا اه والله مو وقت الريسيرش احس انه بننجلد اصبري نحتاج نسوي اسلحه ورك بنش نحتاج ورك بنش الظاهر تعال تعال اعطينا ورك بنش كونستركت أنت تعال بسرعه يوم ما يجون يهجمون علينا اركض بسرعه تكفون حشرات جايين تشوفونهم كونر كونر جايين حشرات هيل نو كونر جاء فزعتي فزعتي ما اقدر اسوي لهم هانت المشكله ما في الا كونر اللي معاه سلاح الباقيين ما عندهم اسلحه من وين أسلحة اوه في اسلحه هنا تكفون في اسلحه نشوف المخزون حقنا لا لا طبعا قاعد اشيك على اليسار هنا ما في اسلحه ايش نعطيهم ذول عشان كيف كيف نفتك منهم ذول والله جايين بيسطروننا تسطير يا عيال اوه ما في الانتي كونر والله اني ما اثق فيك صراحه يلا كونر ضد الحشرات كمل كلهم يا درج ما اشوف في الشجر لا كونر كونر الدرخ مو بيدك يا عيال افزعوا افزعوا تعالوا كلكم هنا مين عندك <تضحك> كومبات هذه كومبات فيزيكال هذا كومبات حلو قاعد تهاوش بس انتو تعال تعال افزعوا لا تكفون ما اقدر بالسكين ما في الا بالسكين انت تستطيع كونر كونر تعال تعال طلق على ذول طلق عليهم بالمسدس اللي معك. ايه افزع افزعلها 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 لها تكفى 15 كومبات قاعد يزيد الكومبات عنده حلو. يا عيني عليك افزعوا البعض الحين يلا كلكم عليهم وين رايح انت؟ كفو جلدناهم جلدناهم اوه تعال احد يعالجها مين عندنا في التريتمنت كويس ما عندنا احد الظاهر كيف اجي اعالجها؟ هيل هيل سيلف اوكي عالجي نفسك وانت يا حلو. عالج نفسك وينك؟ كونر روح ينام <applause> عالج نفسك بعدين نرقد تكفى اوكي نحتاج على كذا نسوي البان ايوه البان المفروض يكون كويك ريسبي شلون نسوي العلاجات؟ خلا خل هذه هذه, هذه قاعد تشتغل التجميع هنا هذه الظاهر نقدر نسوي فيه علاج بعدين نحتاج ورك بنش كرافت كرافت ويبنز من اول يرحم لي والديكم عطني ثلاث اربع ويبنز اربع سبير ايوه وهذا البو ليش ما اقدر اسويه؟ مو انا تعلمته هنا؟ تستهبل؟ مو انا سويت ريسيرش للبو ليزر بايكس مدري وش هو تيلر اوكي خلينا نجيب الخياط الخياط راح يسوي لنا ملابس بعدين لو تعلمناه لونج ديستنس ترافل اوه حلو ذا نقدر نسوي بالونه هروب يا رجل اوكي هذا راح يحول لنا الهي التبن الى شيء ينوكل اوكي حلو خلينا نسويه بعد نتعلمه اوكي والله يعالجوا نفسهم يا عيال زينهم وش وش هذا تكفون بلا اوبزيرف خلينا نشوف نقدر ناكله ولا لا كونر فيك لك نفس صفر هابينس حبيبي <applause> انا أصعب كلامي ما يدخل شوف شوف قاعد بريزنت واقع يتمشى عشان يوسع صدره تمشى تمشى خذ راحتك حبيبي <applause> خذ <خضرها> راحتك <حبيبي. تصفيق> من بسوي لك شيء انا والله ما راح اتدخل فيك لين شوف قام يعرجون يا قلبي عليكم <applause> جوعانه بعد كل كل عمري. طب خلينا نسوي نعال اكل زياده سوي لي 10 لحم يا رجل ان شاء الله ان رجول الحشره دي تنفع انا ما راح اشيلها هالمره وسوي لنا بالخضروات بالهذي جلتر سوي لنا اربعه وابغى اوه تدرون لا 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 خلينا نخلي الحلقه الجايه الحلقه الجايه راح نوقف هنا ان شاء الله جاتكم الحلقه لا تنسوا في القناه حط لكم عليكم سلام <applause>